السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض الدورة بتاعتنا. النهاردة اليوم الرابع إن شاء الله، عشان تبقوا انتوا برضه عارفين. مبدئيا كده قبل ما أعمل أي حاجة حابة أوريكم المكان، لأن طبعا الناس اللي بتقول لهم شيماء أنت بتنظفي كل قد إيه؟ طبعا يا جماعة على حسب كمية الفراخ أو عدد الفراخ اللي عندكم. أنا بسم الله ما شاء الله عندي 60 فرخة. 60 فرخة دول المكان اللي انتوا شايفينه ده طبعا متر و20 سم في 70 سم. اللي انتوا شايفينه ده الصندوق اللي انتوا شايفينه ده اهو. انا ما رضيتش اعمل اي حاجه لما بتشوفوا برده معايا، علشان كان في حد يعني قبل كده قبل مش هما صورين. فانا قبل ما اعمل اي حاجه حبيت ان انا اصوره لكم برده. بصوا المفرشه في الارضيه بتاعته ايه؟ اهو ده اللي شمع، علشان وانا بنضف يبقى سهل كده ايه؟ اشيله بحاله. دلوقتي بقى هنحط النشاره يعني هو من يوم قبول وانا كرشاله من فتشة ما غيرتهاش. انا لسه النهارده ضايق قدامه. كده بقى يا جماعة خلصنا الفرشة بتاعتنا، نضفناها علشان يبقى الفرخ المكان بتاعه ناشف، لان طبعا اهم حاجة النظافة والتهوية والمكان يكون ناشف تحته علشان الفرخ يمشي سليم وحلو. انا قلت لكم باذن الله طول ما الفرخ ماشي حلو وتحت منه ناشف والتدفئة بتاعته مظبوطة، مش هنقول علاجات ولا دواء استقبال ولا اي حاجة خالص، وده اللي احنا بنقول عليه. دلوقتي بقى هنحط الفراخ بتاعتنا اهي. شايف المكان تحته نضيف، تبص تلاقي الفرخين برمك بسرعه ويجي يوم ويومين. شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني فرحانين كده ومبسوطين بالمكان لان المكان ناشف وحلو يعني. طيب تعالوا بقى كده دلوقتي يا جماعه، يلا نحط لايك وحط لايك للفيديو علشان هنعمل وصفه قويه جدا. الوصفه دي هتخلي الفراخ يعني هتوصل معاكي ما شاء الله لاعلى وزن في اقل وقت. احنا يا جماعه في الاسبوع ده بالذات عايزين حاجه ترفع المناعه بتاعت الفرخ وحاجه تزود الوزن بتاعه، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هنحط لهم كده. بصوا بقى اللي جايبه لهم النهارده ده يا جماعه، انا جايبه لهم بيضه حش ستار. البيض ده فيه نسبه بروتين عاليه، يعني هو اي نعم احنا بس بنهتم بالفرخ في الاسبوع الاولاني. طبعا احنا مش هناكل كل يوم بيض، لا، هو الاسبوع الاولاني بس على ما الفرخ يبدا ان هو يشم نفسه معانا، تمام؟ فالبيض دوت انا مش هحط الوقت. بصوا بقى نعملها ازاي. هي بيضه واحده بس اهي، هنتركها بس كده على العلف، حاجه بس تزفر العلف كده، يعني اللي هو العلف ما شاء الله يعني ايه نسبه تركيز عاليه، بس انا عايزه حاجه تزود نسبه التركيز اكتر كمان عشان الفرخ يكبر معايا بسرعه. هنحط بقى حاجه كمان كده علشان الاستهلاك. بصوا الفراخ ما شاء الله يعني هي شامله فراخ الزفاره بتاعت البيض كله متلم على البيض. هعملها بس كده شوية اهو. نحط حاجة كويسة كده كمان هتخلي العلف ريحته حلو، وفي نفس الوقت كمان تمنع الإسهالات. كل الكمية ديت على نص كيلو علف. بص بقى يعني ايه، نص معلقة كده من الكمون اهي كمان، ونص معلقة كده من الكزبرة أو معلقة يعني حلوة إيه ماسكة كده يعني مش كبيرة أوي. كل ده برضه على البيضة. الحاجات دي بتخلي ريحة الفرخ ما شاء الله، بتخلي ريحة العلف قصدي ما شاء الله، تخلي الفرخ ياكل كده وفي نفس الوقت برضه يعتبر وصفة على جدا. دي كويسة جدا يا جماعة. هنستمر أسبوع واحد بس كده على الفرخ، إن هو عمر يوم لغاية عمر أسبوع على الموضوع دوت. طب بص تلاقي الفرخ عندي بسم الله ما شاء الله في اقل وقت كبر معاك بسرعه. تمام، نحط بقى كده الفرخ تاكل اهي. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل لهم ايه في الميه. الميه برضه هنعمل مكون كويس جدا. المكون دوت حلو قوي يا جماعه،
بيخلي الفرخ ما شاء الله برضو يعني يكبر معاك بسرعه، وفي نفس الوقت برضو بيفتح الشهيه بتاعت الفرخ، في نفس الوقت برضو يعتبر كده ايه حاجه كمضاد حيوي. ده كده يا جماعه اهو الميه، هنعمل برضو عليها مكون كويس جدا. بصوا انا مش هكتر يعني كده، عشان هي نص معلقه كفايه اهو. بصوا اهي نص معلقه، يعني هي بس اللي ايه اللي مصلحه شويه، نص معلقه بس كده اهو اهي. هنعمل عليها ايه بقى؟ العسل يا جماعه زي ما قلنا فاتح شهيه كويس جدا. هنعمل برضو عليها نص ليمونه اهي، مش بس البذر منها كده اهو، نص ليمونه اهي حلوه قوي. احنا كده بسم الله ما شاء الله ماشيين لغايه دلوقتي كده صح. لو مشينا كلياتنا بالطريقه ديت عمر الفرخه ما هيتعب ولا هيجيله اسهالات. ده كده يا جماعه حطينا لهم الميه اهوت، بسم الله ما شاء الله بدا يشرب الفرخ ما شاء الله. يعني انت حتى لو انت لاحظتوا معايا بصوا بصوا الفرخ بسم الله ما شاء الله يعني عمر اربع ايام اهو. بصوا شايفين فرخه برقبان، شايفين كل انا همسك لكم كلها برقبان، انما دي مش برقبان. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني ده فرخه اربع ايام وماشي معانا حلو قوي زي الفل. شايفين الفتحة عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، لا في فرخ بقى كاشش ولا في فرخ مثلا هو في ناس على نفسه ولا اي حاجه. انا قلت لكم السر كله يا جماعه في التدفئه والنظافه. زي ما انتم شايفين انا نظفت المكان تحتهم اهو، بصوا الفرخه تحتها نظيفه اهي، هنبقي لكم بقى زي ما هم كده. حابين تغطوا وتركبوا لهم مثلا مغوصه ولا حاجه اللي هي 40 واط مفيش مشكله. هم هنا يا جماعه انا يعني ايه انا حاطه الصندوق اللي شايفينه دوت في جنب كده من النار. المطبخ عندي دافي ما شاء الله، وانا حاطهم في جنب كده بسم الله ما شاء الله مع النظافه ومع المكان اللي كويس. انا نقول مثلا يعني الريحه او الكلام ده كله ما فيش لاي ريحه ولا اي حاجه، احنا بس بنحضر هنا لمده اسبوع واحد بس، بعد كده ان شاء الله هنطلعهم بقى في اقصر يكون بدا ان هم ايه يحموا نفسهم شويه. لو احنا مشينا على كده الفرخ بسم الله ما شاء الله هيمشي معانا وهيكبر معانا بسرعه وهيبيض معانا بدري. في فرق يا جماعه ما بين الفرخ اللي بيمشي سليم طول الدوره، وفي فرخ يعني في فرق ما بين الفرخ اللي بيتعب وبيبقى النمو بتاعه ضعيف شويه. ده طبعا بيفرق في البيض، بيفرق في البيض ازاي؟ الفرخ اللي بيبقى ماشي سليم ده طبعا بيبيض معاك بدري، ممكن يبيض معاك على اربع شهور هيبقى حلو قوي، وممكن يبيض على اربع شهور الا كمان ده هيبقى كويس. اما الفرخ بقى اللي هو بيبقى تعبان من صغره وماشي النمو بتاعه بيبقى ضعيف، ده طبعا يعني بيغيب شويه في البيض. فاحنا لو احنا جينا على نفسنا كده شويه واهتمينا بالدوره بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الفرخ عندنا ما شاء الله هيكبر معاك بسرعه ويديك اوزان حلوه وهيبيض معاك بدري. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا بالفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.